كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. موجة من الأمور المعارضة للوحدة الترابية في بعض المحافل سواء محلية أو دولية. أسوق هنا نموذج ما وقع في الكاف، وأسائل هنا الحكومة عن توالي هذه المظاهر وتوالي الاعتذارات. هل هي خطة؟ وما موقف الحكومة والدولة المغربية من خلال هذه المغالطات التي تحدث بين الفئة الأخرى وتتبعها اعتذارات خجولة جدا لا تصل إلى المستوى الرسمي بين البلدين؟ رفع أعلام بوليزاريو من طرف بعض الفنانين المشهورين عالميا في دول كإسبانيا كما حدث هذا الأسبوع، ومع ذلك نجد أن المغرب والمغاربة يحتضنون هذا النوع من النجوم، بل أن الإذاعات والقنوات تروج لإنتاجات. ما يتعلق بالاستفزازات أو المحاولات ديال المس بالوحدة الترابية، أولا ينبغي أن أؤكد أولا على أن هنالك نظام لليقظة يعمل على التصدي في الحين لكل محاولات ديال المس والاستهداف القضية الوطنية. ولهذا مباشرة عندما حصل المشكلة على مستوى الكاف في مصالح وزارة الخارجية في عين المكان، السفارة مع وزارة الشباب والرياضة مع الجامعة الملكية، حصل تحرك أدى إلى صدور اعتذار رسمي وتمت المعالجة ديال المشكل. فهنالك نظام لليقظة، هذا معطى أول. المعطى الثاني أن إذا أخذنا مثلا الاجتماع الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي انطلقت هذه الأيام، أيضا المغرب تعبأ وأيضا تعبأ المجتمع المدني للتعبير عن مواقف، ورف الإعلام يعني صدرت مواقف مشرفة مؤيدة لبلدنا، سياسة كرسي الفارغ لم تعد قائمة. ثم هنالك عنصر ثالث أن ينبغي أن نأخذه أو ننتبه له، أن السياق العام الآن ما هو؟ هو أن المغرب يتقدم، وآخر محطة هو سحب الاعتراف من الكيان الانفصالي من طرف كل من السلفادور ثم بعد ذلك البربادوس. ثم نحن نعتبر أن هذا المسار سيتواصل، والكيان الانفصالي الوهمي الذي كان في قبل عقود يتحدث عن أرقام كبيرة يعني أزيد من 80 دولة معترفة به، اليوم العدد تقلص بحيث حوالي ما يناهز 50 دولة سحبت الاعتراف. لهذا أقلية محدودة من الدول ومسار سحب الاعترافات يتواصل، ولهذا المغرب ولله الحمد هو في مسار يعني يتقد إيجابي تصاعدي هجومي يحقق فيه مكاسب متوالية لن تنال منها الاستفزازات التي نلحظها هنا وهناك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.